شوفوا يا جماعة، معظمنا أوكي عنده عنا هيك أكاونتات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي ما عنده على وسائل التواصل الاجتماعي عنده أكيد واتساب وهالقصص هاي كلياتها. يعني مثلا في حدا بينزل خلينا نحكي منشور أو بوست، ممكن يكون على الإنستغرام، ممكن يكون على الفيسبوك، وممكن يكون زي ستيتس أو حالة على الواتساب أو غيرها من التطبيقات هاي، وبتلاقوا في ناس بتفاعلوا معهم. إذا كان إشي بنحط عليه لايك بحطوا لايك، إشياء تانية لا، ممكن هي تمرق منشورات أو بوست هيك مرور الكرام وما حدا أنه يعلق عليها. أنتوا من الأشخاص اللي هل فعلا بتحطوا لايك على البوست أو المنشور لأنكم فعلا عجبكم المحتوى تبعه، ولا مثلا لأنكم بتحبوا صاحب المنشور هذا أو اللي نشر هاي البوست أو نزله، ولا حابين توصلوا رسالة معينة لصاحبها أو للشخص اللي نزل هذا البوست أو سبب تاني؟ أكيد بحب أعرف منكم على 0788-953-953. بتعملوا لايك للصورة عشان هل فعلا عجبك حبين صاحبها، ولا بتوصلوا رسالة لصاحبها أو غير ذلك؟ يعني مرات كثير الواحد بينزل بوست لأنه حابب ينزله عاجبه، بس الناس بتصير تحلل أنه والله أنا عشان فلان بده يسمع حكي لفلان، وممكن يكون جد هذا القصد منها أنه أنا نفسي أروح هيك ألطش كلمة معينة لشخص معين، بكون بستنى هاي اللايك باللحظة وبالدقيقة، وممكن ما أعمل باله ما أعملش حتى لايك ولا أكني شفت أي إشي ولا لا. يا مرات هي عم بحكي عني أشطر وحدة أنا بطنش، أنا أعوذ بالله. رائدة أبو رميلة بتحكي لا، لأني أنا بكون بحب الشخص أكيد بعمل لايك. أما مصطفى محمد عم بحكي أنا بطنش على الآخر ولا بعمل لايك. أما كمان خولة بتقول فعلا بتكون عجبتني الصورة أو المنشور أو المحتوى. إبراهيم خير عم بحكي بصراحة بعمل لايك إذا المحتوى عجبني بس مو عشان صاحب البوست. أما ألاء الحارثي بتحكي أكيد بكون عجبني المنشور. أما لما عبد الرحمن بتحكي أنا أكتر صورة وحط عليها لايك لأصحاب المطاعم. يلا خلينا نشوف معانا. صار سمير على 0788-953-953. هاي سمير. هاي كيف حالك؟ أهلا وسهلا، كيفك أنت؟ أخبار كيف صحة؟ أنا ممتازة، كيف كانت الويكند؟ والله الحمد لله. شو عملت؟ نوم وأكل وأكل ونوم؟ نوم وأكل أكل نوم. يلا كتير منيح أنك ارتحت. يلا قولي بتعمل لايك للصورة ليش؟ لأي سبب من هذول الأسباب؟ للمحتوى. للمحتوى؟ حتى لو ما بأكاونت ممكن أن أسوي له يعني لايك. خلاص أنا أنت بتحس الإشي اللي بيعجبك وبدخل مخك بتعمل عليه لايك. طب افرض أنت صاحبك أو أخوك منزل إشي وأجا قال لك اعمل لي عليه لايك، ترضى وأنت مو حابب المحتوى؟ لا ما بترضى. في مبدأ ماشي عليه يعني سمير. أيوة. يلا إن شاء الله دائما هيك تكون متمسك بمبادئك، نتمنى لك يوم بياخذ العقل وأهلا وسهلا فيك. كمان عبادة ياسين عم تحكي أنا على المزاج بحط، يعني إذا مثلا عجبته أو مش عجبته ما بعرف، بس إيش يعني على المزاج حابة أعرف. أما كمان أحمد حسين عم بحكي نص اللايكات مجاملة، وإذا بزعل منه ببطل يحط له لايكات. محمود أبو مشرف عم بحكي أنا قليل لما أعمل لايك أو كومنت على أي إشي. أما مصطفى حسين فبفضل أنه ما يعمل تعليق أبدا. شفق الرماحي بتحكي حسب نوع المنشور إذا كان محتوى مفيد أو لا. أما عرون عم تحكي أنا غالباً بطنش بس وقت أعمل لايك بيكون المحتوى بيعبر عن حالتي أو عجبني لسبب. يلا الله خلينا نشوف إبراهيم. هاي إبراهيم، أعطيك العافية. الله يعافيك، شو أخبارك؟ تمام، شو أخبارك أنت؟ أنا كتير منيحة. من وين عم تسمعنا إبراهيم؟ من عمان. من عمان، رايح جاي وين؟ حدد موقعك. بالبيت. يلا يعطيك ألف عافية يا ربي. إبراهيم بتحط لايك على الصورة ليش؟ هل هي بتكون عجبتك حابب صاحبها، ولا بتوصل رسالة لصاحبها، ولا سبب تاني؟ لا والله صراحة يعني إذا المحتوى يعني عجبني بعمل لايك، ما عجبني ما يعني ما بعمل. طب هل أنت مع فكرة أنه يحطوا اللايك اللي بالعكس أنه ما عجبك المحتوى؟ لو مثلا كان في عندك هذا الخيار أنه أنت ما عجبك المحتوى، في زي أوبشن أنه أنت هذا الأصبع اللي لتحت، هل أنت بتفضل أنه يكون موجود وبتكبسه إذا ما عجبك المحتوى؟ لا ما بكبس صراحة. بتطنش خلص، بتكون وصلت الفكرة. طب افرض أنت نزلت بوست على الفيسبوك وما حدا عمل لك لايك، ما بتزعل؟ لا والله صراحة ما بزعل عادي، يعني كل واحد وجهة نظره، يعني عجبه المحتوى ما عجبه عادي، يعني المهم عجبك أنت. المهم عجبني أنا. خلص كتير منيح، إن شاء الله يا رب كل أيامك تكون حلوة. يا إبراهيم وعلى السريع بناخد رند. هاي رندوش. هاي كيف حالك؟ جبتي ولا ما جبتي الأولاد؟ لسه باقي 10 دقايق ليطلعوا. يعطيك العافية، شو أخبارك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ انا منيحه، من الصبح رايح عند الخضرجي، رايح عند الخضرجي ملاقيها مسكر. يا رند كمان 8 ونص الا 5 كنت عند الخضرجي قبل الشحادة وبنتها. طيب كثير منيح رند. قولي لي يلا احكي لي انت بتعملي لايك ليش؟ هلا
لايك لما بيعجبني المحتوى هذا اللي على الفيسبوك. اوكي. ولكن على الانستغرام ما اني انا لاصق على الانستغرام، فالواحد كمان لازم يعمل المجاملات. صح. هلا اذا ابدا ما عجبني البوست الحقيقه ما بعمل له لايك، بعمل حالي اكني ما شفته. عامل نفسك ميت. هي أزبط مرات صراحة. طبعا رند يا جماعة عندها بيج كتير مهمة إذا حابين تعملوا لها فولو، اسمها رندز وورلد، بتعمل بتعطيكم وين في أكتيفيتيز لكل العيلة والأطفال، ودائما هيك بناخد منها أفكار كتير حلوة. رند حطاب دائما بنبسط بمشاركاتك، وهلأ منهديكي أغنية لراغب علامة، بتمنى لك يوم بياخد العقل. أهلا وسهلا فيك. نور قشيري عم تحكي أنا بطنش البوستات اللي ما بحبها. أما عماد صدقة بحكي أنا بعمل لايك لأني بحب الشخص. يلا عبد الرحمن صدقة عم بحكي لا أنا بحط لايك حسب المحتوى. أما في عنا هنا مشاركة من ناصر عم بحكي المحتوى من غير الدخول في النوايا. لجين عم تحكي أكيد بتكون عجبتني البوست. أما معتز يوسف عم بحكي أنا بس بتفرج ولا بحط لايك ولا بعمل أي إشي. خلينا نشوف خليل. مساء الجوري يا خليل. مساء الجوري. شكرا كمان مرة على الهواء مباشرة. حقيقة مميزين بتستاهل أكثر من هيك. شكرا شكرا لك عن جد جد أحرجتني وخجلتني صراحة وأبسطني بنفس الوقت. والله يا رن الله يسعدك. الله يديم الطلة وديم الصوت إن شاء الله على جميع محبينك. الله يخليك. تسلم يا رب. خليل احكي لي أنت بتحط لايك ليش؟ أنا كل بوست بحط لي لايك. كل بوست عجبك مش عجبك؟ هو معناه بصفة اللايك معناه شوهد. كيف راح بصلح الدفتر للطلاب شوهد؟ أنا خلاص شفته مرق عليك 100%. طب افرض انت شفت اشي ما حبيته او محتوى مش حلو، اكتشفت بعد ما عملت لايك انه هذا المحتوى ما مو عجبك او هيك ضد افكارك وتفكيرك ومبادئك، شو بتتصرف؟ احتمال اشيل اللايك واحتمال احط يعني وجه العناصب. اكيد اكيد. طيب ان شاء الله يا ربي هيك يكون المحتوى اللي انا عم بنزله عاجبك يا خليل. لا ما شاء الله عنك والله صفحتك راقيه فعلا. الله يخليك. بس فعليا بالنسبه للفيسبوك كله بعتبره كلام عابر والله يا راني. صح. يعني ما بخلي البوست انه يعنيني نهائيا. ما هي مرات بتعرف شو، مرات الواحد بينزل بوست عشان عاجبه الفكره، مرات مثلا صوره بسه صغيره حلوه بغير الواحد نفسيه. صحيح. بس بتعرفي يا رند كثير للاسف الفيسبوك عامل مشاكل بين الناس القاصدني والقاصدني. انا لو ينكتب اسمي بالاسم في البوست بعتبره كلام عابر. صح. لا يعني نهائيا. كبر مخك دائما وطنش. صحيح. تعش تنتعش ولا لا يا خليل؟ 100%. يلا الله يسعدك. الله يعافيك وشكرا لك. نجوم الظهر كل مكان كل مكان. معي انا مع رند العلامي بس خلاص.